حنا اليوم مقبلين على واحد المحطه نضاليه وطنيه الا يعني وهي الدفاع عن الصحراء ديالنا الصحراء المغربيه واش بهالتصرفات ديالكم يا مسؤولي الوطن تقولوا ان هاد الناس هادو غتبقى عندهم الوطنيه باش يدافعوا على بلادهم وغنوجه واحد الرساله لجميع المسؤولين المغاربه راه ما كيش فيكم اللي غيمشي يدافع على الصحراء المغربيه من غير هاد العائلات لهاد العائلات ديال الدراويش وهاد العائلات اللي كتحقروا نتوما راه واحد فيكم ما السلاح المخير فيكم يجلس في ندوه ولا غيجلس في شي لقاء او صالون ادبي او صالون او صالون او مكتب مكيف وغيعطينا الخطابات الخاويه